للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف، عفوا، ينضم إلينا من أنقرة مباشرة عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية عبر سكايب. أحمد، أرحب بك وأسألك في البداية عن الأوضاع، كيف ترصدها لنا؟ كيف تجري الأوضاع الخاصة بالغوث؟ كيف تجري الأوضاع الخاصة بالإنقاذ الآن؟ نعم، الأوضاع وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة. هناك يعني بعض الأمل لا يزال موجود حقيقة بعد استخراج عدد من المواطنين والأطفال كذلك من تحت الأنقاض بعد 56 ساعة و54 ساعة من حصول الزلزال. نجد حدوث هذا النوع من المعجزات الآن حقيقة. هذا يبعث على الأمل نوعا ما. هناك دمار كبير حقيقة، هناك الكثير من المناطق التي لم تستطع القوات و يعني فرق الإنقاذ الوصول إليها حتى الآن. يجري يعني البحث ومتابعة هذه الأوضاع. حاليا حسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 96 ألف عنصر، إن كان تركي وأجنبي كذلك، يعملون في الميدان. من ضمن هؤلاء طبعا هناك عمال المناجم انضموا، هناك قوات الأمن من الجيش التركي ومن مختلف المؤسسات التركية، يعني استنفار عام وشامل لكل المؤسسات وكل المناطق للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، كلهم بحسب إمكانياته. ولكن تجدر الإشارة بأن هناك نقص حقيقة إن كان في فرق الإنقاذ وكذلك في يعني ماكينات والرافعات التي تستخدم في هذا النوع. شهدنا أشخاص لا يزالون على قيد الحياة موجودين تحت الأنقاض، ولكن فرق الإنقاذ لا تستطيع أن تفعل شيء دون وجود رافعات حقيقة لرفع هذه الأنقاض بسبب حجمها الكبير. لذلك هناك نداءات من المناطق المنكوبة تطالب ب يعني إرسال قدر الإمكان الرافعات، الحفارات وأجهزة وماكينات العمل التي يمكن أن تساعد في هذا الأمر. طبعا هناك استنفار من كافة أنحاء تركيا، تحاول حاليا الحكومة التركية جلب هذه المعدات والإمكانيات لطبعا الإغاثة ولوضعها تحت الخدمة. مثلا حسب الإحصائيات الرسمية كذلك هناك 7108 ضحية حتى الآن، و40910 مصاب. نعم. حقيقة 5775 بناء تهدم في هذا الزلزال الضخم الذي يعتبر يعني حالة نادرة من حالات الزلازل. نعم. عندما نتحدث عن زلزال ب يعني 7.7 درجات وبعده حصل زلزال آخر في نفس نعم. اليوم وضرب نفس المدينة. عمر، أيضا نطمئن منك على أحوال المصريين، هل تم الإبلاغ عن إصابات أو لا قدر الله عن حالات وفاة؟ بالحقيقة هناك يعني نوع من الفوضى في المنطقة حاليا. في المنطقة التي شهدت هذه الزلازل هناك الكثير من يعني الجاليات العربية المقيمة فيها. نحن نتحدث عن غازي عنتاب، عن أضنة، عن إقليم هطاي. الكثير من الجاليات والعربية هناك، لكن يصعب حاليا حقيقة التحقق من يعني وجود سوريين أو مصريين أو من جنسيات أخرى. شكرا موجودين في جزيلا المنطقة عمر بسبب أحمد حالة مراسل الفوضى القاهرة الكبيرة الإخبارية الموجودة. من أنقرة. جزيل الشكر لك.